السيسي يعقد اليوم لقاء مع ممثلي الفلاحين لمناقشة المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة والمزارعين وسبل حلها. في آخر اجتماعاته خلال عام 2014، مجلس الوزراء يبحث إجراءات تأمين البلاد خلال احتفالات المولد النبوي الشريف وأعياد الميلاد. خلال أدائه اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، السيسي يتعهد بأن يكون رئيسا لجميع التونسيين دون إقصاء، وأن يرعى الوحدة الوطنية والحوار القومي. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. أهلا بكم. وإلى التفاصيل، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر مع ممثلي المزارعين، ويتناول اللقاء عددا من القضايا والمشكلات التي تواجه قطاع الزراعة والمزارعين وسبل حلها. وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالتهنئة لجموع المصريين بالعام الجديد، متمنيا أن يكون عام خير وازدهار على ربوع الوطن. وأكد محلب خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء في عام 2014 أن هذا العام كان عام عودة الدولة المصرية لأبنائها وعودتها لمكانتها اللائقة إقليميا ودوليا. وناقش مجلس الوزراء إجراءات تأمين البلاد خلال موسم الأعياد واحتفالات رأس السنة الميلادية والمولد النبوي الشريف وأعياد الميلاد. وفيما يتعلق بالعام الجديد، وجه عددا من التكليفات الجديدة للوزراء، خاصة ما يتعلق بالخدمات ومطالب المواطنين وضرورة الاهتمام بالشباب ودمجهم في المناصب القيادية. واستعرض المجلس عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. ينضم إلينا مشاهدينا على الهواء وعبر الهاتف من مقر الاتحادية مراسل النيل علاء رشوان، وحول لقاء الرئيس مع ممثلي الفلاحين والمزارعين. علاء، هل عقد اللقاء بالفعل؟ زميلتي إيمان، لك التحية، والتحية أيضا موصولة لمشاهدي النيل الأخبار. اجتماع عقد منذ 9:30 من صباح هذا اليوم وامتد لخمس ساعات متواصلة، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من ممثلي الفلاحين بحضور أعضاء من المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية وعدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزراء التنمية المحلية ووزراء الموارد المائية والري ووزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي. بطبيعة الأحوال، جملة من المشكلات والمعوقات التي طرحها المستمعون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لطوال خمس ساعات يتعلق بقطاع الزراعة وبعض المشكلات التي تواجه الفلاحين. قرارات حاسمة خرج بها هذا اللقاء. قرر سيادة الرئيس تخفيض إيجارات أراضي الأوقاف التي كان يستأجرها الفلاحون من وزارة الأوقاف من 4000 جنيه للفدان ل 2500، قرار آخر بتخفيض غرامة الأرز من 1800 جنيه إلى 900 جنيه، وقرار ثالث بمد أجل سداد المديونيات لصالح البنك للائتمان الزراعي لمدة عام آخر لتنتهي في بنهاية عام 2015. جملة من القرارات تصب في نهاية الأمر لتذليل كافة العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. في بداية اللقاء أكد السيد الرئيس أن الفلاحين هم شركاء التنمية، وأن 60% من دخل هذه البلاد يعتمد في المقام الأول على قطاع الزراعة والفلاحين بصورة مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يصب في نهاية الأمر ببذل المزيد من الجهود من قبل الدولة للاهتمام بهذا القطاع العريض. الرئيس أكد أيضا أن هناك حزمة من الإجراءات اتخذتها الحكومة مؤخرا فيما يتعلق برفع الظروف الصحية والمعيشية للفلاح، من بينها المعاش الضمان الاجتماعي يعني فوق 60 سوف يتمتع بهذا المعاش، كذلك قانون التكافل الزراعي الذي يضمن تعويض للفلاحين في حالة حدوث أي كوارث طبيعية لا سمح الله لأراضي ومحاصيل
هؤلاء الفلاحين. وكذلك أكد في نهاية الاجتماع السيد الرئيس على ضرورة ترشيد استخدام المياه عن طريق تطبيق تقنيات حديثة في الري، والاعتماد على هذه التقنيات لسد العجز الذي تواجهه البلاد منذ سنوات فيما يتعلق بالموارد المائية. يعني تحدثنا إلى كثير من هؤلاء الفلاحين الذين اجتمعوا مع سيادة الرئيس، عبروا عن تفاؤلهم في المرحلة المقبلة باهتمام الدولة وبذل المزيد من الجهود للاهتمام بهذا القطاع العريض، وقالوا أن هناك نية لعقد اجتماعات متوالية ومتعاقبة في هذا الشأن مع الرئيس في الفترة القادمة لمتابعة التوجيهات التي صدرت عن هذا الاجتماع. أشكرك جزيلا علاء رشوان من مقر الاتحادية. هذا وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات. وتنص أبرز تعديلات القانون على أن يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يشترك أو يحرض على العنف أو يدخل سلاحا أو يمارس أعمالا حزبية داخل الجامعات. كما وافق المجلس على مشروع قرار الرئيس بقانون لدعم إجراءات مكافحة جرائم الرشوة والعدوان على المال العام. وبموجب مشروع القانون الجديد لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية من المنصوص عليها في قانون العقوبات. كما وافق المجلس على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في 22 من شهر نوفمبر الماضي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من مجلس الوزراء مراسل النيل أحمد أبو الحسن. أحمد، أهم القضايا التي ناقشها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير في عام 2014 حتى الآن؟ يعني هو بالفعل رئيس الوزراء استعرض اليوم المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وأكد أن العمل يجري في قناة السويس في إعداد يعني بشكل مستمر، وأيضا المخطط يعني أن يتم هذا العمل بجهد، وأيضا من المقرر الانتهاء منه في خلال شهر فبراير المقبل. وافق المجلس أيضا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس بخصوص استمرار شركات القناة يعني للإنشاءات البحرية وشركات المشروعات الكبرى والعديد من الشركات لتوفيق أوضاعها. هناك أيضا يعني قرارات هامة أسفر عنها اجتماع مجلس الوزراء، وهو رقم 25 ويعتبر الاجتماع الأخير لعام 2014. من أهم هذه القرارات هو إعفاء كافة الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة التي تمس حاجة المواطنين من التعريفة الجمركية، وذلك في إطار تخفيف العبء على المرضى. وافق المجلس أيضا على يعني قناة على يعني أن تقدم الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بإنشاء شركة مساهمة لإدارة وتشغيل الموانئ البرية والجافة. أيضا هناك اتفاقية تمت اليوم بعد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء. في هذه الاتفاقية تمت بين وزارة النقل ووزارة التنمية وزارة التطوير الحضري لتطوير المناطق العشوائية وإزالة العشوائيات من المناطق الملاصقة لشريط السكك الحديدية على مستوى أنحاء الجمهورية، وبدأت هذه الاتفاقية بتنفيذ هذا المشروع بداية من صدور هذا القرار، وسوف تستمر في لمدة عام لإنهاء هذا الموضوع على ثلاث مراحل يعني في ثمان محافظات. سوف يتم إنشاء مدن جديدة سكنية جديدة على أملاك تملكها وزارة النقل. هذه المساحات من الشقق تتراوح ما بين 40 إلى 70 متر للشقة، يتراوح إيجارها التمليكي بحد أقصى 250 جنيه شهريا تمهيدا لتمليك هذه المساكن، يعني رغبة في الاعتناء وتوفير حياة كريمة للمواطنين. نعم، الزميل أحمد أبو الحسن مراسل النيل من مقر مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك. تعكف أجهزة الدولة على اتخاذ الاستعدادات اللازمة قبل أقل من 3 أشهر من إطلاق مؤتمر مصر الاقتصادي. للمزيد حول تحركات الحكومة في هذا الصدد يطلعنا عليها الزميل حسام الدين عاطف. على قدم وساق تستعد أجهزة الدولة كافة لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ ضمن خطة شاملة للإصلاح والتنمية.
مصرية سعودية إماراتية تم تشكيلها لتنسيق الاستعدادات لإطلاق مؤتمر مصر الاقتصادي، إلى جانب التنسيق مع خبرات دولية أخرى لتحقيق هدف المؤتمر الاستراتيجي والمتمثل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية واكتداب استثمارات جديدة. وزير التخطيط والإصلاح الإداري أشرف العربي كشف عن قيام الأجهزة المختصة حاليا بإجراء تعديلات على حزمة من القوانين لتسهيل الإجراءات وجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية على أن يتم الانتهاء منها وإصدارها قبل انطلاق المؤتمر. دعوات المؤتمر الاقتصادي يتم صياغتها حاليا وسيتم توجيهها رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة على المستويين الرسمي وقطاع الأعمال. وضمن الاستعدادات للمؤتمر أيضا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يدرس حاليا إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته، كما سيتم الإعلان قريبا عن إنشاء مجلس تخصصي للتنمية الاقتصادية. الخارجية المصرية بدورها تواصل ترويج للفرص الاستثمارية في مصر عبر التواصل مع الجهات المانحة الدولية من أجل زيادة الاستثمارات المباشرة وأيضا زيادة معدلات النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يشهد يناير المقبل نشاطا خارجيا مكثفا للرئيس السيسي يشمل زيارة كل من الكويت والبحرين والإمارات وإثيوبيا، واستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي. ويحتل الملف الاقتصادي والمشاركة في إنجاح مؤتمر مصر الاقتصادي يحتل أولوية في هذه الجولات. القمة الاقتصادية تستهدف في الأساس مساهمة الأشقاء العرب في دعم الاقتصاد المصري وفتح أسواق جديدة للاستثمارات المشتركة الضخمة، ما يتناسب مع حجم مصر ووزنها واحتياجاتها. يتوقع أيضا أن تعرض مصر أمام المؤتمر خريطة جديدة للاستثمار في عدد من المواقع، من أهمها مشروع تنمية قناة السويس ومشروع مدينة التسوق ومشروع الغلال ومشروعات التصنيع واستصلاح الأراضي الزراعية وغيرها. قال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير إن العمليات العسكرية بشمال سيناء على مدار 4 أيام أسفرت عن القضاء على 13 إرهابيا وتدمير 16 فتحة نفق. في غضون ذلك أعلن محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور أن عملية إخلاء المنطقة الحدودية لمسافة 500 متر أخرى تبدأ خلال الأسبوع المقبل. وطالب المحافظ خلال لقائه مع أهالي رفح المقيمين بالمنطقة الحدودية على بعد 1000 متر بالتوجه إلى مجلس مدينة رفح اعتبارا من اليوم لاستيفاء استمارة استبيان رأي بما يتناسب له من الحصول على تعويض أو الحصول على وحدة سكنية. قام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بافتتاح وحدة قوات التدخل السريع بمقر قوات الأمن بالجيزة، حيث طالب القوات بالتدريب المستمر للوصول إلى المعدلات القصوى لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع. في السياق نفسه قام وزير الداخلية ومحافظ الجيزة علي عبد الرحمن بافتتاح وحدة مرور حدائق الأهرام بتكلفة 2.5 مليون جنيه لخدمة أهالي منطقتي الطالبية والهرم، وذلك بعد فصلهما عن وحدة مرور فيصل. أشهر هو الوقت الذي استغرقه بناء وحدة مرور حدائق الأهرام بالجيزة والتي افتتحها السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية على مساحة 3000 متر وتخدم منطقتي الطالبية والأهرام بالوحدة 25 منفذا للتعامل مع الجمهور استعرضها الوزير، تسهم في تقليل زمن إنهاء الإجراءات إلى 20 دقيقة. في سرعة في إنجاز إنشاء الوحدة وتطويرها بالأسلوب الجديد اللي احنا عاملينه، وبالمثل قطعة أرض مماثلة في الجهة المقابلة للأرض الفحص. هيتولى المواطن يمكن إن شاء الله بإذن الله على تقديرنا مش هيتواجد في الوحدة أكتر من 10 دقائق ربع ساعة، هيكون مستلم رخصة التسيير بتاعته أو استخرج رخصة القيادة بتاعته. احنا عملنا الوحدة دي على مستوى عالي من التجهيزات، بالنسبة لعدد منافذ حوالي 25 منفذ اللي فيه أرقام للشبابيك، في عدادات بتحدد طريقة التعامل مع المواطنين. لأول مرة مكان انتظار حضاري للجمهور ونظام للنداء الآلي عليهم لتحقيق المساواة، وأماكن ومنافذ مخصصة لمتحدي الإعاقة وكبار السن والسيدات. وزير الداخلية استعرض أيضا أرض الفحص والتي تسعى ل 45 سيارة. وحدة تراخيص حدائق الأهرام بتخدم أهالي الطلبية وأهالي حي الهرم بما فيها حدائق الأهرام،
العدد اللي كان بيستفيد من وحدة تراخيص فيصل هيقل للنص. بافتتاح وزير الداخلية لوحدة تراخيص حدائق الأهرام بالجيزة مزودة بأحدث التقنيات الحديثة لاستخراج التراخيص وتسهم في تقليل الضغط على وحدة مرور فيصل بفصل بعض المناطق عنها وضمها للوحدة الجديدة، ينتقل وزير الداخلية لافتتاح مبنى وحدات التدخل السريع والتي سميت باسم الشهيد نبيل فراج، وتفقد أماكن إعاشة المجندين وقوات ومركبات وحدات الانتشار السريع. منظر الانتظام وشكل الجند المقاتل اللي موجود شكل مشرف، ولكن انا بس بوصيكم باستمرار التدريب. كل ما تلاقي نفسك مش مكلف بماموريه على طول على ميدان التدريب. بعدها افتتح الوزير ميدان الرماية لتدريب المجندين وشاهد بيانا عمليا للتدريب على إطلاق النار، وأشاد بكفاءة القوات وجاهزيتهم وطالبهم بالمزيد من التدريب. عندما تكون جاهز دش المضرب. وأنهى وزير الداخلية جولته بافتتاح سجن الجيزة المركزي وتفقد وحدات ومرافق السجن والعنابر. هذه الافتتاحات المتتالية لوزير الداخلية تصب في خانة تطوير الأداء المروري والأمني ليتواكب مع المتغيرات المستحدثة على الصعيدين المروري والأمني. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن العمل بقناة السويس الجديدة يمثل العبور الثاني لمصر إلى سيناء، لا سيما وأن العمل في موقع الحفر يتم في موقع خط بارليف. جاء ذلك في تصريحات له خلال استقباله سفينة عملاقة صينية تعد أكبر سفينة حاويات في العالم خلال عبورها بقناة السويس قادمة من ماليزيا في طريقها إلى إنجلترا. واستقبل الفريق مميش على ظهر السفينة القنصل الصيني بمصر ومالك السفينة، حيث أعرب الفريق عن سعادته بعبور السفينة العملاقة للمجرى الملاحي لقناة السويس، مشيرا إلى أن الحدث يعد تدشينا جديدا للعلاقات المصرية الصينية. أكد الفريق أول صدق صبح القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن حماية مصر وشعبها ستظل أمانة في أعناق رجال القوات المسلحة والشرطة. وقال الفريق صدق صبح خلال لقائه قادة وضباط وجنود الجيش الثالث الميداني إن رجال الجيش والشرطة يملأهم الإصرار للقضاء على قوى الإرهاب واستعادة الأمن إلى كافة ربوع البلاد. أكد الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة ستظل في طليعة قوى الدولة الشاملة ملكا للشعب وصاحبة المسؤولية الأكبر في حماية الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بالجيش الثالث الميداني. أحب أنقل التحيات وتقدير واعتزاز السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على المجهود المبذول من أبطال الجيش الثالث الميداني وكل تخصصات داخل الجيش الثالث الميداني على ما قدمتموه منذ أحداث 25 يناير إلى وقتنا هذا. فأنا بوجه لكم شكري أيضا واعتزازي بكم وفخري بكم خلال الفترة السابقة بالكامل. فأنا بشكركم شكر عظيم من القلب على ما قدمه أبطال الجيش الثالث الميداني وكل اللي بيعمله في نطاقه الفترة اللي فاتت بكامل. انتهى بمناورة عظيمة جدا، أعظم مناورة تمت نفذتها القوات المسلحة على مدار التاريخ كله. ظهرت مناورة بدر 2014 بشكل عالي جدا متميز. كما قدم التهنئة لرجال القوات المسلحة بحلول العام الميلادي الجديد والاحتفال بعيد الميلاد المجيد للسيد المسيح وذكرى المولد النبوي الشريف. أنا بهني إخوة وأولادي المسيحيين، مش المسيحيين بس، المصريين كلهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل سنة وإحنا طيبين جميعا، وأيضا بقول لكم كل سنة طيبين كلنا بمناسبة العام الميلادي الجديد وبمناسبة المولد النبوي الشريف. كل سنة طيبين جميعا الأبطال. مؤكدا أن الجيش المصري بثوابته وقيمه وتقاليده الراسخة يعكس الصورة الحقيقية لترابط النسيج الوطني المصري وولائه لمصلحة شعبه ووطنه، ولا ينتمي لأي مذهب فكري
أو طائفي، لأنه نسيج المصري نسيج واحد، لا يوجد فرق ما بين مسلم وقبطي، بيطلعوا الاثنين مع بعض يدهموا، ده بيستشهد وده بيستشهد، الاثنين بيموتوا في سبيل الوطن. وأشاد الفريق أول صدقي صبحي بالدور الوطني المشرف لأبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية في محاربة التطرف والإرهاب، والذي ينفذونه بروح معنوية عالية. كلنا مقاتلين وحنظل نقاتل لغاية لما مصر دي تنعم بالأمان والاستقرار لدرجة ما حدش يتخيلها، وكلنا فداء لمصر، لأن احنا قلنا كده في يمين الولاء، تعود مصر أحسن بلد في العالم في الأمان والاستقرار إن شاء الله. وأدار القائد العام حوارا مع عدد من مقاتلي الجيش الثالث، استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم، وطالبهم باتخاذ أقصى درجات اليقظة والجاهزية والتدريب المستمر. وقام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود والصناع العسكريين تقديرا لأدائهم واجباتهم بكل تفان وإخلاص. حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. نفى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ما تردد عن دعم الأزهر أو إمامه لجماعة الإخوان. وقال شيخ الأزهر خلال لقائه مع عدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمفكرين إن مؤسسة الأزهر الشريف لم تخترق على الإطلاق من تنظيم الإخوان، سواء على مستوى الإمام أو وكيله أو المفتي أو رئيس جامعة الأزهر ونوابه، ما عدا 2 أو 3 فقط. وأضاف الإمام الأكبر أن الأزهر مستمر على مواقفه الوطنية بعيدا عن أي توجهات ويحافظ على وسطيته. وأشار الشيخ الطيب إلى أن الأزهر مؤسسة دينية علمية تربوية تقبل النقد البناء وتحافظ على أمن واستقرار الأمة والمسلمين. في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أكد البابا توادروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن العلاقة بين الرموز الدينية الإسلامية والمسيحية تتسم بالمودة، مشيرا إلى أن المصريين جميعا صف واحد في مواجهة الإرهاب. وأشار البابا توادروس إلى أن النسيج المصري لحمة واحدة لا يمكن أن يفرق بينها حاقد. شكرا الله، علاقتنا بمؤسسة الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر علاقة طيبة، وعلاقة فيها محبة وفيها تعاون وفيها وئام جيد، وده شيء بيفرحنا كلنا كمصريين وبيفرح جموع كبيرة من الشعب إن الرموز علاقتها طيبة وبينعكس بصفة عامة. في المؤتمر، مؤتمر مصري طبعا، بتقيمه مؤسسة مصرية الأزهر، وبتشارك فيه الكنيسة المصرية وجامع جموع من بلاد كتيرة ورموز إسلامية ومسيحية حضرت المؤتمر. والحقيقة هو كان مؤتمر مكثف جدا يومين، وطلع بعديه بيان للأزهر. كل الأديان تقف ضد العنف والإرهاب، وغير مقبول بالمرة، والاعتداء على الحياة الإنسانية تحت أي مسمى غير مقبول خالص. ولما تعرضنا لهجمة تدمير وحرق الكنائس في يوم واحد، يوم 14 أغسطس 2013، وكانت هجمة شرسة وتدمر فيها ما يقرب من 100 كنيسة وموضع بيت خدمات ومدرسة، وكانت كأنها هجمة منظمة، شيء كان صعب. وطبعا كان واضح جدا ان هذا التدمير له هدف واحد، ان دول يقعوا في دول، شق الصف. واضح. وكان لازم نتصرف بحكمة بالغة. قدامنا مسيحيين كنائسهم يعتدى عليها بطريقة شرسة، وقدامنا اخواتنا المسلمين الغالبية يرفضوا هذا الامر.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية سفير بدر عبد العاطي بأن غرفة العمليات التي أنشأها القطاع القنصلي في الوزارة تتولى متابعة ملابسات حادث اختطاف عدد من المصريين المقيمين في ليبيا في محيط مدينة سرت أولا بأول، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية في مصر والسلطات الرسمية والمحلية في ليبيا. وقال عبد العاطي إن سفير مصر في ليبيا يقوم بمواصلة اتصالاته المكثفة مع المسؤولين في الحكومة الليبية لمتابعة واقعة الاختطاف والعمل على تأمين أرواح المواطنين المختطفين لإطلاق سراحهم، كما تتواصل الوزارة مع أسر وأقارب المختطفين لإبلاغهم أولا بأول بالمستجدات حول حادث الاختطاف. وقع انفجار بجوار مقر اللجنة الأمنية العليا بمدينة أشدابيا الليبية دون أن تسفر عن أي إصابات بشرية. وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين وضعوا حقيبة متفجرات بجوار مقر اللجنة، وهو ما أدى إلى انفجارها ووقوع خسائر مادية. هذا وكانت سيارة ملغومة أخرى قد انفجرت خارج الفندق الذي يستخدم كمقر لمجلس النواب المنتخب في مدينة طبرق أثناء انعقاد جلسة للبرلمان، وهو ما أسفر عن إصابة 3 نواب و8 أشخاص آخرين. من جهة أخرى، وصلت دفعة من القوات الخاصة ببني غازي إلى منطقة عين مارة، حيث تدور اشتباكات عنيفة منذ أسبوعين بين جماعات مسلحة وقوات الجيش الليبي. أدى رئيس التونسي المنتخب زعيم حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب كأول رئيس منتخب لتونس. وأعرب السبسي عن أن الشعب التونسي أثبت نجاحه على مسار الديمقراطية بعبور بلاده من المرحلة الحرجة. أكد السبسي التزامه بأن يكون رئيسا لجميع التونسيين والتونسيات وبدون إقصاء مهما كان، وأن يرعى الوحدة الوطنية والحوار بين مختلف أطياف الشعب التونسي. فاز السبسي بالدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 55.68% من أصوات الناخبين، متفوقا على الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي. وأدى السبسي اليمين الدستورية في حفل بمجلس البرلمان التونسي حضره عدد من السياسيين التونسيين والدبلوماسيين. تعمل المبادرة الرامية إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة هذه الأخطار مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، واعتبارا أهمية الاستراتيجية التي تكتسيها علاقات بلادنا بالاتحاد الأوروبي، سنحرص على مزيد تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع هذا الفضاء المهم على الصعيدين الثنائي والجماعي ومتعدد الأطراف في المجالات التنموية الحيوية. متواصلون معكم مشاهدينا في هذه البانوراما الإخبارية، وقبل أن نستكملها إليكم تذكرة بعناوينها. الرئيس السيسي يعقد لقاء مع ممثلي الفلاحين لمناقشة المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة والمزارعين وسبل حلها. في آخر اجتماعاته خلال عام 2014، مجلس الوزراء يبحث إجراءات تأمين البلاد خلال احتفالات المولد النبوي الشريف وأعياد الميلاد. خلال أدائه اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، السيسي يتعهد بأن يكون رئيسا لجميع التونسيين دون إقصاء، وأن يرعى الوحدة الوطنية والحوار القومي. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال. الأخبار الاقتصادية يقدمها شهاب شعلان، تفضل شهاب. شكرا إيمان وغدا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية، وفيها بعد الفاصل وزير البترول يكشف عن سداد 2,200,000,000 دولار من مستحقات الشركات الأجنبية لتتراجع إلى 3,200,000,000 دولار. قال وزير البترول شريف إسماعيل إن مصر سددت دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب قدرها 2,100,000,000 دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3,200,000,000 دولار.
وقال إسماعيل في بيان له إنه تم أيضا سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول. وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول سبق وأن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب، الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر من عام 2013، والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر من العام 2014. أعلن وزير التموين خالد حنفي أنه يتم حاليا وضع ضوابط جديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين والتجار خلال الموسم المقبل، لكنه لم يفصح عن تلك الإجراءات. وأضاف حنفي أن الموسم يبدأ في منتصف شهر إبريل المقبل، مؤكدا أن سعر الأردب لم يتغير عن العام الماضي وهو 420 جنيها. وقال حنفي إنه جار حاليا إنشاء 25 صومعة بمنحة إماراتية بقيمة 300 مليون دولار بسعة تخزينية إجمالية تبلغ نحو 750 ألف طن، وسوف يتم الانتهاء منها خلال 16 شهرا. وأضاف أن إيطاليا تعهدت بإقامة 10 شوان حديثة متطورة من خلال منحة مبادلة الديون. أعلنت وزارة التموين زيادة السلع التموينية لدى البقالين التموينيين إلى أكثر من 50 سلعة تشمل اللحوم والدواجن والزيوت والأرز والسكر، هذا وقد لاقى التنوع ترحيبا من المواطنين. في محاولة لإيصال الدعم لمستحقيه، تستمر وزارة التموين في تطبيق منظومة الخبز الجديدة، وذلك من خلال الكروت الذكية، إضافة إلى زيادة السلع التموينية إلى أكثر من 50 سلعة لدى البقالين التموينيين. حاليا دلوقتي السلع التموينية بتصل لحوالي أكثر من 50 سلعة متنوعة، زيوت بأنواعها، سكر بأنواعه، رز بدرجاته، مثل دقيق، صلصة، شاي، مكرونات، لحم، ودواجن مجمدة. بالإضافة إلى إن شاء الله من بداية هذا الشهر السنة الجديدة بإذن الله سيتم طرح اللي هي المنتجات الوجبات غذائية معلبة جاهزة بقيمة حوالي 11.5 جنيه، والمواطن يدفع مقابلها 4 جنيه للبقال التمويني. والهدف من ذلك ان احنا بننوع السلع التموينية امام المواطن عشان يبقى حر في اختياره اقتصاديا ما يناسب ذوقه وما يناسب احتياجاته بقيمة الدعم المخصص له على بطاقة التموين. المنظومة الجديدة للسلع التموينية تتيح للمواطن حرية اختيار العديد من السلع التي تناسب احتياجاته من اي بقال تمويني داخل المحافظة. كل واحد ليه عدد معين مثلا او مبلغ معين بياخد بيه السلع اللي هو عايزها، ودلوقتي كده احسن ما كانت الاول حاجات مفروضة علينا. يعني ممكن كان الاول بيديني مثلا شاي، كان في شاي في التموين مثلا ما بيعجبناش، كان نوعيته مش كويسة، لكن دلوقتي واحد بيخش مجمع محترم زي دوان بينقي اللي هو عايزه وبيختار اللي هو عايزه وكده افضل. بناخد رز، بناخد سكر، بناخد زيت، بناخد سمنه، في جبنه، في مربى، في عصائر، في مكرونه، كل حاجه. لا انا باخد من اي مكان، ما تبع القاهره بتصرف من اي مكان، يعني بصرف من معروف، من شمريون، من اي مكان، ما فيش مشكله. كانت وزارة التموين قد أعلنت غلق باب تسجيل المواليد من عام 2006 حتى عام 2011 اعتبارا من الأربعاء، ليصل عدد البطاقات التموينية إلى حوالي 18,200,000 بطاقة يستفيد منها نحو 70 مليون فرد. أشرف إبراهيم، النيل. أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات عام 2014 على انخفاض جماعي متأثرة بعمليات البيع لجني الأرباح وتسويات المراكز المالية، كما تأثر المستثمرون باستمرار هبوط بورصات الخليج والمخاوف من تداعيات مرض العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.5 مليار جنيه لينهي تعاملات آخر العام عند مستوى 500 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 819,300,000 جنيه. هذا وقد قررت إدارة البورصة اعتبار غد الخميس إجازة رسمية على أن يستأنف العمل في البورصة يوم الأحد الموافق 4 يناير المقبل.
وفي عام 2014 حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية، حيث ربحت 73 مليار جنيه هذا العام، مدعومة بالتغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر من الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجاوزة بذلك الأزمات التي شهدتها أسواق المال في العالم والمنطقة، والتي شهدت فيها المؤشرات موجات هبوط حادة وعنيفة بسبب أحداث مختلفة، منها فرض ضرائب على أرباح البورصة وهبوط أسعار النفط، إلا أنها نجحت في إنهاء العام على مكاسب قوية تفوقت بها على العديد من بورصات العالم. شهد سوق الصرف للدولار ارتفاعا في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع خلال 3 شهور الأخيرة لأكثر من 50 قرشا، ليصل إلى 7.77 جنيه للشراء و 7.80 جنيه للبيع، مما دعا البنك المركزي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضبط سعر صرف الدولار في الوقت الذي واصل فيه استقراره في السوق الرسمية، حيث بلغ متوسط سعر الصرف أمام الجنيه 7.14 جنيه للشراء و 7.17 جنيه للبيع. في أسواق المال الخليجية تباين أداء المؤشرات الرئيسية متأثرة بتراجع جديد لأسعار النفط جراء بيانات صينية ضعيفة. كانت بورصة دبي أبرز الخاسرين، بينما كانت بورصة أبوظبي أبرز الرابحين. أظهرت بيانات صينية انكماش نشاط قطاع المصانع في الصين في شهر ديسمبر للمرة الأولى في 7 أشهر، بما يبرز الحاجة الملحة لخطوات التيسير النقدي المفاجئة التي اتخذتها بكين خلال الشهرين الأخيرين، بالإضافة إلى تبني المزيد من إجراءات الدعم لتجنب تفاقم التباطؤ الاقتصادي أو إصلاحات سريعة للسوق من أجل تحفيز الطلب أو كليهما. البيانات الضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية في الصين ضغطت على أسعار خام برنت ليتجه صوب 56 دولارا للبرميل، مسجلا أكبر خسارة سنوية له منذ عام 2008، كما تأثرت السوق بضعف الطلب وتخمة المعروض بسبب طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة ورفض منظمة أوبك خفض الإنتاج، وخسر خام برنت دولارا و42 سنتا، بينما فقد سعر الخام الأمريكي 86 سنتا من قيمته. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن بانوراما الرابعة ما زالت مستمرة مع غادة فاروق وإيمان منصور. أعلن مسؤولون فلسطينيون اليوم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيوقع على طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي. تزامنا اعتبرت حركة حماس رفض مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي فشلا إضافيا لخيارات التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، متهمة الرئيس محمود عباس مجددا بالتفرد بالقرار الفلسطيني. كان مجلس الأمن قد أخفق في تمرير القرار العربي، حيث صوتت 8 دول لصالحه مقابل رفض أمريكا وأستراليا، فيما امتنعت 5 دول عن التصويت. يدعو القرار إلى إجراء مفاوضات تستند على الحدود التي كانت قائمة قبل عام 1967. ينضم إلينا هاتفيا من رام الله السيد أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح. سيد عساف، تعليقك على ردة فعل حماس تجاه رفض مشروع القرار الفلسطيني واعتبارها أنه هو دليل آخر على فشل القيادة الفلسطينية في الوصول إلى نتيجة، وبالتالي انتقاد آخر لها بتفردها بالقرار. والله اللي بسمع يعني موقف حماس ورد فعل حماس، بلاحظ انه حماس تتشفى في الموضوع وكانه المعركه مش وطنيه،
وكان الرئيس أبو مازن ذهب إلى مجلس الأمن حتى يعني يحصل على مكاتب خاصة له ولعائلته ولا يعني ولا يخص الشعب الفلسطيني. الرئيس أبو مازن ذهب إلى مجلس الأمن من أجل المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل الأراضي الفلسطينية. ولكن إذا كان هذا الموضوع يعني إنهاء الاحتلال بعنيهم الشيء، إذا كانت الأراضي الفلسطينية والكتلة تعني لهم شيء، إذا كان عودة اللاجئين لا يعني لهم شيء، بيطلعوا بهذه التصريحات. هذه التصريحات غريبة ومستهجنة. للأسف إنه هذه التصريحات نفسها سمعنا إلها من إسرائيل. يعني شاهدنا أو سمعنا إلى هذه اللغة من التشفي والفرح من إسرائيل فقط ومن حماس. هذا شيء معيب. الشعب الفلسطيني مستاء جدا من هذه التصريحات، وهذه التصريحات مسيئة ومعيبة بحق من أطلقها. وبالحقيقة أنه يعني العالم الآن بغالبية الوقت إلى جانب الشعب الفلسطيني، وإسرائيل وحماس وبعض الفارين من وجه العدالة الفلسطينية يكثوا في جهة أخرى. طيب، تعتقد أن لهذه التصريحات يمكن أن تؤثر على مسار المصالحة وعمل حكومة الوفاق الوطني؟ يا ستي، احنا يعني موضوع المصالحة مجمد بقرار من حركة حماس، لأن حركة حماس مصرة أن تكون جزء من جماعة الإخوان. حركة حماس مصرة على إبقاء سيطرتها على قطاع غزة. حركة حماس مصرة على إبقاء سيطرتها على المعارك. حركة حماس مصرة على أن تكون جزءا من محاور إقليمية لها علاقة بحلف الناس، لها علاقة بمؤامرة تقسيم الوطن العربي. زعيم حركة حماس اللي بسمي حاله زعيم المقاومة يقيم بجانب قواعد العريض والسيلية بحراسة المارينز الأمريكي. عن أي حركة مقاومة وعن أي مصالحة منه؟ وبالتالي المصالحة والوحدة الوطنية لن تتحقق إلا إذا انفكت حركة حماس عن جماعة الإخوان المسلمين وأصبحت حركة فلسطينية. وأكثر دليل على ذلك هذه المواقف المخزية المشينة من قبل حركة حماس تجاه الموقف الأمريكي والإسرائيلي في مجلس الأمن. أشكرك من رام الله السيد أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح. قررت حكومة الوفاق الفلسطينية عودة الموظفين السابقين ومنهم موظفو حكومة حماس السابقة إلى العمل في قطاع غزة، وهي خطوة وصفتها حركة حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم بأنها منافية للتوافقات. كانت حكومة التوافق الوطني قد عقدت جلستها الأسبوعية في غزة دون حضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وناقشت الحكومة خلال الجلسة ملف إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع وأزمة المعابر وتوحيد المؤسسات الفلسطينية. عبر نظام الفيديو كونفرنس بين الضفة الغربية وغزة، عقدت حكومة الوفاق الفلسطينية جلستها الأسبوعية في قطاع غزة. الجلسة ناقشت مشكلة موظفي غزة الذين عينتهم حماس بعد العام 2007 وقضية استلام المعابر التجارية مع إسرائيل حتى تبدأ عجلة الإعمار. فيما يتعلق بالموظفين، الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول إبداعية وخلاقة لجميع الموظفين سواء القدامى أو من تم تعيينهم بعد 14 حزيران. هناك في جعبة الحكومة الكثير من الحلول في هذا السياق، ولكن من أجل تفعيل هذه الحلول نحن نتطلع إلى تعاون الجميع في هذا السياق. أما عن المعابر، بدون استلام المعابر من قبل حكومة الوفاق الوطني على قاعدة مهنية وإدارية، هناك إشكالية على كل المستويات، منها فيما يتعلق بإعادة الإعمار. حماس الطرف الآخر في اتفاق المصالحة اعتبرت أن تأخر الحكومة في حل نعتذر مشاهدينا عن هذا العطل الفني، ونتحول بكم في بانوراما نيل الآن إلى أخبار الرياضة. التفاصيل مع الزميل حسام الدين عاطف. إليك حسام.